أحسن الله إليكم. المرسل عين راء عين من جدة يقول في سؤاله الأول: حيث إنني شاب نشأت على الالتزام بحمد الله، لكنني في هذه الأيام ومنذ فترة أقترف بعض الذنوب ثم أرجع وأتوب، ثم أقترف ذنوبا ثم أرجع وأتوب، وقد استمرت معي هذه الحالة، فما توجيهكم ودعواتكم لي بهذا الخصوص؟ الواجب عليك الامتناع من الذنوب وأن تتوب إلى الله توبة صحيحة، ومن شروط التوبة الصحيحة العزم على أن لا يعود إلى الذنوب مرة ثانية. لكن إذا طلبته نفسه الأمارة بالسوء أو الشيطان فوقع في الذنب مرة ثانية بعد عزمه أن لا يعود إليها، فإنه يتوب إلى الله عز وجل، وكل ما صدر منه ذنب فإنه يتوب. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم فيكرر التوبة، كل ما وقع منه ذنب فإنه يكرر التوبة الصادقة ويتوب الله عليه عز وجل، فلا يقول أنا تبت ثم رجعت ولا لي توبة مرة، هذا من الشيطان. مهما اقترف قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، الحمد لله. إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم.